خلوني اخد معانا ايضا على التليفون الكاتب الصحفي والناقد الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. جزء من كلامنا بالتاكيد يا استاذ طارق هو تعزيه في استاذ ياسر رزق والبقيه في حياتك، وايضا يعني برضو مهم ان احنا بنكلمك وحضرتك موجود في مهرجان العين السينمائي. اهلا بيك يا استاذ طارق. اهلا يا فندم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ طارق. يعني وخليني اقول لك، اذا كنت يعني تحب ان تؤبن في وفاه الاستاذ ياسر رزق تقول ايه؟ الاستاذ ياسر رزق الحقيقه كان يشرفني طبعا ان احنا نكون اصدقاء بالمعنى المباشر للكلمه، لكن ما كناش اصدقاء على مستوى يعني ايه العلاقات الشخصيه. ايوه. وطبعا ولكن له معزه كبيره جدا، يعني في اي لقاء نلتقي طبعا معزه كبيره، ده الجانب الشخصي. أيوة. وله كل الاحترام. الجانب الحرفي بقى والمهني الحقيقه انه من اكثر الموجودين في الالفيه الثالثه كصحفي ككاتب هو ياسر رزق. موهبه استثنائيه، قدره على صياغه الافكار بشكل ذهاب، من كتاب السياسه القلائل جدا في الجيل ده عندهم حس ادبي موجود في تناوله، له نظره موضوعيه، ويستطيع ان هو يصل لمساحه عريضه من القراء حتى اللي هم اساسا يعني موضوع الاهتمام السياسي عندهم محدود، لكن نظرا لقدره الاستاذ ياسر على انه يملك القدره الوجدانيه على تفاصيل الكلمات وعلى احساس الكلمات والاطار الدلالي للكلمات، كل ده جعله كاتب استثنائي الحقيقه، ناهيك عن انه رئيس تحرير يعني موهوب ورئيس اداره موهوب كراجل اداري ورئيس تحرير، واشتغل كمان في مصر اليوم فتره يعني حتى في الجرائد اللي هي خارج الدوله اشتغل فيها ايضا، فهو حرفي من الطراز الاول وموهوب من الطراز الاول. الله يرحمه الله يرحمه. طيب على صعيد آخر، وحضرتك متواجد الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مهرجان العين السينمائي، دي الدورة رقم 4 أستاذ طارق، أهم الفعاليات اللي بيتناولها أو المتناولة داخل هذا المهرجان والأفلام المشاركة فيه واللي لافت نظرك حتى الآن؟ بص أنا عندي 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 مشكلة في الحديث بالتفصيل عن كل عن فعاليات المهرجان في أجزاء كبيرة منها، لأن أنا أولا مكرم يعني بمثل الوفد المصري كمكرم. أيوة. الجزء الثاني إن رئيس لجنة تحكيم الصقر الخليجي، يعني الأفلام الخليجية سواء تسجيلية أو روائية قصيرة أو طويلة كلها مش الإماراتية، الخليجية يعني السعودية والبحرين والإمارات قطعا وسلطنة عمان والكويت وقطر مسؤول يعني رئيس اللجنة، فبالتالي مش هتكلم عن الأفلام دي، ولكن أقدر أقول لك مثلا أنه فيلم الافتتاح. أيوه. فيلم مهم جدا، فيلم يعني فنلندي اللي هو الرجل الذي لم يحب تايتانيك، عن شخصية حقيقية. فيلم ده احتمال كبير عند إعلان جوائز الأوسكار هتلاقيه واخد اكثر من جايزه، فيلم قوي يعني. يعني الحديث هيبقى عليه بعد كده خلال يعني شهرين ولا حاجه، هتلاقي هو اللي محتل المكان الاكبر في الحديث على مستوى العالم كله. فيلم مهم، وقع اختيار المهرجان فعلا ومدير المهرجان اللي هو ومؤسسه عامر سلمين وهو مخرج عليه، لانه عن شاب قعيد وعنده مشاكل في الحركة ومشاكل في الرؤية ومشاكل في السمع، يعني كل المشاكل دي، لكن بيتحدى وحريص على الحياة وكيف يواجه بقى المواقف اللي تجعله عايز يزور حبيبته اللي هي أيضا عندها كل المشاكل الصحية اللي عنده، لكن هي إرادة الحياة اللي جواها، فالحياة بيستعرض النفس البشرية على المقاومة، الإصرار على الحياة، التضحية، وأيضا الغرائز للبشر اللي هو الغرائز الرخيصة. أنا ممكن تلاقي إنسان ضعيف كيف تستغله، وعلى الجانب الآخر
ايضا المظاهر الايجابيه اللي هو فكره ان هناك ان ممكن تعطي للضعيف، مش بس يعني مش كل البشر فيهم شر، هناك ايضا الخير. فالحقيقه مقدم باسلوب فني عالي جدا جدا، ودايما بنطل على المشهد من خلال عيون هذا البطل. عظيم جدا. طيب هنعتبر انه ده يعني ما نستطيع الحصول عليه من الاستاذ طارق الشناوي، علشان خاطر يعني هناك حرج انا عارف في الكلام الى ان ينتهي. النتيجه هتعلن، النتيجه هتعلن ان شاء الله غدا مساء الغد باذن الله، نتيجه المهرجان، وبالتالي ساعتها يبقى الحرج مرفوع نقدر نعرف حديثك. انا عايز اقول لك ان في مسابقه مهمه قوي انا مش رايفها ولا حاجه، وبالتالي من حقي اتكلم عنها، اللي هي المقيمين. ايوه، ودي يعني ودي انا بشوفها دلاله عظيمه جدا. نادرا ما في مهرجان سينمائي انا رحت، وانا بحضر مهرجانات من 30 سنه او اكتر، ما فيش مهرجان سينمائي الا بيعبر عن البلد والمواطنين اللي في البلد اللي هم بيحملوا الجنسيه. الحقيقه دوله الامارات عندها اطلاله جميله جدا، نظرا لان هي طبعا بتفتح قلبها للعديد من الجنسيات. طبعا فدي فكره كويسه، مساله مهرجان يعني يبقى في مسابقه للمقيمين، دي حلوه يعني. وهؤلاء بعضهم بيبقى عندهم ابداع، عندهم فن، فعملوا مسابقه للمقيمين على ارض الامارات العربيه بيقدموا افلام. فاي مكان بقى، مصري، هندي، لبناني، صحيح، سوري. فدي انا بشوفها لمحه عظيمه جدا، وتدل على احساس انساني عميق انه اللي قاعد المقيم هو ضيف معزز وله كل الحقوق للمواطن الذي صحيح. فبقى في مسابقه للسنه الرابعه على التوالي اسمها مسابقه المقيمين. دي لمحه خاصه استثنائيه، انا بالحقيقه بتوقف عندها بكل حب واحترام. مهم جدا الحكايه دي، ولما نتقابل ان شاء الله ما ترجع بالسلامه لازم نقعد نناقش الافلام اللي اشتركت في هذا السكشن او في هذا القطاع اللي هي مسابقه المقيمين. بشكرك جدا 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 استاذ طارق الشناوي، كاتبنا وناقدنا الفني الكبير.